ازاي توصل الكاميرا الكانون M50 او اي كاميرا كانون على الكمبيوتر او على الموبايل باستخدام الواي فاي اللي موجود جوه الكاميرا لو بتدعم. يلا بينا. وعشان توصل الكاميرا بتاعتك بالكمبيوتر او بالموبايل، فاول حاجة انت لازم تعملها طبعا انك تشغل الكاميرا. بعد كده هتيجي عند المنيو، او لو كاميرتك كانون M50 او اي حاجة من الكاميرات الحديثة، فهتلاقي المفروض زرار الواي فاي في جنب الكاميرا بالشكل ده هنا اهو، وتضغط عليه. لكن لو مش موجود عندك الزرار ده، فهتلاقيها في المنيو هنا، وهتلاقيها دايما في القايمة الصفرة دي عند حاجة اسمها Wireless Communication Settings. اضغط عليها، وبعد كده ادخل عند Wi-Fi Settings، خليها On. لو معمولة On اضغط بقى ورا، واعمل عند Wi-Fi Function، بعد كده تك. طبعا انت هتحط جهاز جديد، فالتك استعمل في اليمين. لو في اجهزة اصلا متوصلة، فهتبقى الاجهزة ظهرها لك هنا، فتقوم ضغط ضغطة واحدة وموصل بالواي فاي. بعد كده توصل عادي. لكن احنا عايزين نسجل جهاز جديد، فهنعمل سهم هنا، هنوصل على الكمبيوتر او الموبايل. فنوصل احنا دلوقتي على الكمبيوتر، نضغط هنا، بيقول لك ان هو عايز US Utility، وده البرنامج بتاع كانون اللي هسيب لك الرابط بتاعه عشان تحمله في صندوق الوصف. اضغط عليها ضغطة تانية. بعد كده اعمل register a device for connection. هيقول لك سكانين كده هو، وهيجيب لك الاسم بتاع شبكة الواي فاي اللي الكاميرا عملته، والباسورد. الباسورد ده يعني تعمل بيه ايه بالظبط؟ هتيجي عند الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب او الموبايل، وهتفتح الواي فاي بتاعك. المفروض تلاقي اسم الشبكة ظاهر هنا في حتة، هتقعد شوية وقت عشان تظهر، بس بتظهر. وهي الكاميرا اهي، نضغط عليها ضغطة واحدة، بعد كده نعمل كونكت، وهيطلب مننا هندخل نفس الباسورد اللي هو هنا. بعد ما هندخل الباسورد ونعمل كلمة next، هيبدأ هنا ان هو يظهر ويقول لك اضغط اوكي عشان يدخل على الواي فاي. اعمل اوكي هنا، فهيقوم هنا هيفتح لك US Utility على الكمبيوتر. لو ما فتحش فعادي خالص، افتحه من عندك هنا هو، من عند القائمة او من الاشعارات اللي هي تلاقيها هنا، نفتحها من هنا مثلا. وهيقول لك ان هو لسه ما فتحش عشان لسه ما تعملش بيرنج. اعمل بيرنج اوفر لين او واي فاي، المفروض تظهر في الجزء ده، وهي اهي ظهرت عندنا اخيرا. فتضغط عليها ضغطة واحدة، وبعد كده تعمل كلمة كونكت، بعد كده تعمل كلمة اوكي عندك في الكاميرا. اوكي هنا اهو، وهيفتح عندك US Utility في نفس اللحظة على طول. وهو عندك US Utility، تقدر انك تستخدمه نفس الطريقة، تمشي على الكمبيوتر او على الموبايل. ولو انت عايز انك تلغي او تقطع الاتصال، مجرد هتلاقي الشاشة هنا موجودة عند كلمة disconnect او exit، اضغط عليها وبعد كده تك اوكي، فهيفصل لوحده من البرنامج وهيقفل خالص من غير ما تعمل اي حاجة. لو انت بقى عايز توصله بقى مرة تانية على الكمبيوتر او الموبايل بتاعك، هتطلع برا خالص مثلا، تضغط على الزرار بتاع الواي فاي، هيقوم جايب لك اخر اجهزة او اخر 3 اجهزة انت وصلتها، في ايفون وفي ديسكتوب، وده اسم الجهاز بتاعي. اضغط عليها ضغطة واحدة، وهيعمل سيرشنج، وهيجيب لك باسورد، بس انت مش هتضغط عليه تاني خالص. كل عليك هتعمل انك هتيجي عند الواي فاي، حتى لو على الموبايل تضغط على الواي فاي، وهتضغط بس على الشبكة، هو هيتوصل اوتوماتيك لوحده، وبعد كده هيفتح لك البرنامج تلقائي من غير ما تعمل انت اوبن او اي حاجة، ويفتح لوحده. هو بيقول لك هنا ان هو بيعمل كونكتنج، هيخلص كونكتنج، هيقوم فتح لك البرنامج مرة واحدة. ده على الكمبيوتر، ونفس الحركة بتحصل على الموبايل بنفس الطريقة بالظبط. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناة مش مشارك، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.